عودنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناة الشعب قناة شوف تي في، وفي إطار جولة الليلية اللي كنقوموا بها نتواجد بزنقة العباسيين المعروفة عند كازاويين بزنقة الشمال. هذا زنقة الشمال اللي كيكون فيها عدد كبير من الباعة المتجولين اللي من بعد ما كاين شي ناس غادي يقولوا لي عيقتي على الباعة المتجولين وكتهضر بزاف على الباعة المتجولين سواء في منطقة درب عمر او هنا في درب السلطان او في اماكن اخرى. ايه عيقت عليهم وغادي نبقى نعيق عليهم مادام ما كيديروا شحال هاد الازبال ديالهم بحال هكا. راه حشومة عيب وعار انك تبيع وتشري ترزق على الله، الله يسهل عليك وتخلي الدنيا بحال هكا. شوف شوف امام باب مقاطع، ومنين كنذكروا هذه المقاطعه كنذكروا غادي نذكروا بصراحه واحد القائد كان هنا اسماعيل يحيى اللي غتم الاقاله ديالو او الاعفاء ديالو، اللي حقيقه ما كناش كنشوفوا هذه المناظر منين كان هنايا. لا بالنسبه لحركه السير والمرور كتكون عاديه لان الفراشه ما كيشبعتلوش الشارع، ولا الازبال ما كيكونوش بحال هذه الطريقه صراحه. الشيء بشيء يذكر. الناس اللي كيقولوا بانهم كيحاربوا احتلال الملك العمومي وكذا، هانتوما شوف شوفوا الازبال كيفاش مليوحه حدا باب الديور ديال الناس ديال عباد الله، وشد السكينه ما غاديش تضر. حشومه، بعتي شريتي جمع الزبل ديالك جمع الميكات ديالك، هذه خاصها تولي عندنا ثقافه. حشومه، كيدوزوا الناس سائحين من هنايا، كيدوزوا الناس اجانب غير يصوروا هادشي ويديو ويضحكوا علينا في دول اخرين. بعتي ساليتي جمعتي، انا كابل هنا في هاد الزنقه هادي والله الا هنا كبرت في درب كلوط، والله ما كنا كنشوفوا هادشي في الثمانينات. في الثمانينات انا في 80 راه عندي 8 سنين زيد 72، في 80 كندوز من هنا كنمشي، ها هو كان واحد الحمام هنايا كندوزو من هنا، والله ما كنت كنشوف هاد الازبال في 1980، ما بالك 2023 2023 كتشوف هاد الازبال. حشومه، بعتي شريتي ترزقتي على الله، الله يسهل عليك الله يزيدك، وجمع الازبال ديالك وما تخليش وحدين اخرين يتكرفصوا فيها الليل كامل هما كيجمعوها، وما تخليش السكينه تضرر منا. غادي نبقى ندور ونقول هذا الشيء الى تيديمو الامانه امانتو. خا نخرج تقاعد ندوز بلاباج ديالي عاديه ونقول هذا الشيء، راه حشومه راه عيب. شوفوا الناس مساكن كيبقاو مكرصين الليل كامل، ساليتي جمعتي دير ميكا كبيره، هانت بحال هاد الحاله هادي، هادي مزيان بحال هكا هاو، جمع بحال هكا خليه بعدا منين يجيو على الاقل يساعدهم غير يهزو يلوحو في الشاحنه، ماشي تخليه الزبل ديالك وتزين. والله هادي مخرق، نتمنوا نتمنوا تبارطاجيو مشاهدينا الكرام هذا المباشر باش يوصل لدوك الباعة المتجولين خوتنا اللي كيحطوا كيترزقوا على الله، الله يسهل عليهم. منين تسالي جمع الزبل ديالك ديرو في ميكا وجدوا الشاحنه باش تدوز تهزو، تخليش الميكات مليوحين. منين تعطي للكليان صباط ولا سيرفيت ولا بيجامه ولا بالطوفه داك الميكا اللي حي تقول له راه اخويا ديرها في واحد الميكا حداك، وجمع ميكا حدا ميكا حدا ميكا وجمعهم كلهم في ميكا كبيره وجدها الشاحنه تدوز تهزها، ما تخليش الزبل ديالك مليوح في الزنقه، راه عيب وعار وحشومه. راه حنا مقبلين على تنظيم تظاهرات كبيره، راه الناس خدامه ليل ونهار في سباق ضد الساعه باش نكونوا في المستوى. عاونوا نساعدوهم غير بالحفاظ على النظافه ديال المدينه ديالنا. شكرا مشاهدينا الكرام والى مباشرين اخر.